يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النهي عن بصاق العبد قبل وجهه أو عن يمينه هل هو خاص في الصلاة أم عام في الصلاة وغيرها؟ عام، يبصق الإنسان أمام وجهه، هذا من سوء الأدب، لكن يبصق عن يساره أو في كمه أو في منديل معه أو عن يساره على الأرض إذا لم يكن عنده أحد. نعم.